بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أشرف المرسلين المبعوث بالهدى والرحمة لسائر المسلمين أجمعين. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من خلال صفحتكم وجهة في التوجيه المدرسي والجامعي، والذي يهتم بالمسار الأكاديمي للتلميذ من سلك البكالوريا ومصاحبته حتى يبلغ مبلغه من التعليم العالي. اليوم نستضيف طالبا متميزا حصل على شهادته من معهد التكوين في مهن السيارات، انتقل بعد ذلك ليدرس إجازته في المدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء، والآن هو طالب مهندس بسلك العلوم أو عفوا الهندسة الصناعية. مرحبا بك سي محمد رقيبي في هذا البث. مرحبا مرحبا سي حسن، بارك الله فيك، شكرا على الدعوة. كيف الحال؟ هذا واجب. كيف الحال سي محمد؟ أخي الحمد لله، بارك الله فيك، أنت ما كل شيء مزيان بخير. بارك الله فيك، شكرا، مشكور. كيف هي أحوال الدراسة؟ بدأتم أم في طور؟ بدأنا هذا أسبوع باش بدينا القراية. ما شاء الله. إذا سي محمد، عارف لنا نفسك بإيجاز. محمد رقيبي، مزاد من مدينة أكادير. كيف ما قلتي، طالب في السنة الثانية في الهندسة والتسيير الصناعي في FST ستارت، كلية العلوم وتقنيات بستارت. إيجاز. ما شاء الله. سي محمد، لماذا اخترت هذا التخصص؟ وعندما أقصد التخصص بطبيعة الحال، لماذا اخترت بعد أن حصلت على شهادتك في البكالوريا اخترت أن تلج لمعهد التكوين في مهن السيارات، أو ما يصطلح عليه بالإفمية؟ واخا سي حسن، ماشي مشكل ندوي بالدارجة ياك، يعني ليس هناك مشكل لا تحدد. تفضل تفضل تفضل، ماشي مشكل. شكرا شكرا. المهم، بالنسبة ملي كنت في مورا الباك، كنت بغيت ندير إفمية، بالضبط لا مانتونونس أوتوموبيل، لا فيليا، فهمتيني؟ حيت الإفمية فيها بليزيوغ فيليا، كنت غندير لا مانتونونس أوتوموبيل. دونك في ديك لا بيريود ديال الكونديداتور، ديال زعما فين كتصيف فين كتبوستولي، كان عندي واحد لونجاجمون فاميليار وشي حاجه، دونك ما قدرتش نصيفط في ديك العام. كيف قريت واحد العام في لافاك، زعما جيت تو فاليدي بمونسيون داكشي، عاد من بعد كملت، فهمتي؟ يعني ماشي ديريكت مور الباك، مور عام كنت داير ايكونومي، ولكن ماشي ما باسيون. عاد من بعد درت الافميه، لي فمية هي فاش من بعد بوستوليت ودفعت. علاش لي فمية؟ حيت اول حاجه فيها لا مانتونس اوتوموبيل، جينيرالمون يعني مانتونس اوتوموبيل ما كايناش مور الباك، يعني تو سكي كونسيرن زعما الاوتوموبيل ما كايناش مور الباك. هادي اون بروميي طون. دوزيام طون، عندك هي ما باسيون، فهمتي؟ ملي كدوي على الاوتوموبيل، لي سيستيم، لو فونكسيونمون، لو موفمون، و سورتو لي بروبليم ولا ريزولوسيون ديال هاد لي بان، هاديك لا باسيون، فهمتي؟ وهذا كونسيب بالنسبه للناس اللي غيديروا اي حاجه، اول حاجه هي لا باسيون، يعني تكون فهمتي، تكون ديك الحاجه عاجباك أي الطموح باش تعطي محمد، فيها باش تكمل فيها. اسمح لي، قلت لك يجب على تلاميذنا الأعزاء أن يتحلوا بالطموح والعزيمة من أجل تحقيق. تماما 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 تماما. يعني ما يتبعوش، حيت دابا كاين واحد المشكل، هو ان الناس كيتبع داك الشيء اللي كي مثلا هي اللي كيقول لهم مثلا الناس اللي قبل منهم ولا شي حاجه، ولا فهمتي؟ بغض النظر على الاسباب، انا كنقول للطلبه زعما اللي ماجي انهم يتبعوا داك الشيء اللي باغيين، حيت داك الشيء فاش غادي يعطيو وداك الشيء فاش غادي يوصلوا. هذه فهمتي؟ هذه لا شك فيها، ان الحاجه ملي كتختار الحاجه اللي بغيتي هي سميتو. المهم، نرجعوا للنقطه ديالتنا، علاش معهد الصناعة، علاش إفمية؟
حنا كنا صراحه جوج طلبه، كان واحد طالب دفاع كان هو كمل في ذاك العام، انا كنت درت لافاك، ومن بعد في الصيف هو جا كان قرا عام تما، انا ساعتي يلاه غندفع، وعاود لي على لي بروفيسور، على السيستيم تما كيفاش دير القرايه، على لو بروغرام، دونك هادشي زاد حمسني انني ندفع، فهمتي؟ يعني هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى ان لا فورماسيون سبيسياليزي، ماشي عامه، يعني فهمتي، ماشي عامه، ماشي ما كتبقاش بزاف، كتكون تخصص في ذاك المجال، فهمتيني؟ يعني هادو هما الاسباب الرئيسيه. يعني اول حاجه هي انني كيعجبني المجال، ثاني حاجه ان متخصصه وعندها افاق. تماما سي محمد، ولماذا بالضبط وقع الاختيار ديالكم على هذا لا مانتونونس اوتوموبيل؟ انا نقول لك ان من اول سبب هو انني مثلا من لونفونس، يعني من الصغر ديالي مثلا، وانا اندرس بلي فواج، اندرس زعما فهمتي بالسيارات، بهال فهمتيني، بداك لوبجي اللي كي فهمتي كيتحرك، فهمتيني كيكون فهمتيني بداك لو موفمون ديال لا فواتور وداك الشيء. دونك بزاف الاسئله كيطرحوا عليك، بزاف الاسئله كيطرحوا عليك وكتبغي تعرف داك الشيء، وانت ما عندكش واحد المنهجيه، انت ديك الساعات في الباك ولا فهمتي، ما عندكش واحد المنهجيه باش تقلب، باش تعرف، باش تكتشف، وانت ما عندكش واحد، كنقول واحد الفيزو، واحد الرؤيه على المدى البعيد. دونك نقول لك ان هذا المعهد بحال قلتي وجهني، وعرفت انه تما فين غنلقى داك الشيء اللي بغيت، داك الشيء اللي كنقلب عليه. هادشي علاش اخترت لامانتونس اوتوموبيل وماشي دوك الاخرين، علاش؟ حيتاش اول حاجه كتعجبني، ثاني حاجه ان المغرب حتى هو من ناحيه، حيت كتعرف ساحه، راه ما يمكنش كتبع داكشي اللي بغيتي بصح، ولكن عاوتاني يكون اون باغي مع داكشي اللي يكون فهمتي في واحد الكارير، ماشي غتبع ليا شي حاجه اللي بغيتيها، وغادي تبقى بوحدك فيها، انت العالم غادي في جهه وانت غادي في جهه، فهمتيني؟ دونك المغرب هو كينفتح على هذا المجال ديال لاندستري اوتوموبيل، هادشي من ناحيه هي اللي خلات الواحد كتخلي زعما الواحد يزعم في هاد لابرونش هادي. تماما سي محمد، تماما مفهوم. اذا اللي نقدروا نستخلصوا من هاد السؤال الاول، ان الانسان يتبع لا باسيون ديالو، يتبع سوا ديزون كما كنقولوا الطموح ديالو، الشغف ديالو في الحياه، لانه هو اللي غادي يقودو للنجاح. دونك لا باسيون هو المفتاح اللي الى حبيتي داكشي اللي كدير فطبيعه الحال غادي تعطي فيه لو ماكس ديالك. سي محمد، تمام شنو هو تمام الهدف من التكوين؟ الهدف من التكوين داخل هذه المؤسسة اللي هي ريفمية، زعما واش شنو كتخرج؟ فهمتي السؤال ولا نوضح أكثر؟ لا صافي، لا فهمتك، لا فهمتك. المهم بالنسبة هو إفمية فيها ندو على الفورماسيون انيسيال اللي كتدخل ليها مور الباك. الفورماسيون انيسيال كتخرج تقني متخصص في إحدى المجالات، يا في المانتونونس اوتوموبيل، يا في الجيني ميكانيك، يا في سيستم اوتوماتيزي، ولا في دابا راه داروا في ليا واحده اخرى هي الكترو ميكانيك. المهم هو لو تيتخ عند لي بوست ولا سميتو، كتخرج تقني متخصص، تكنيسيان سبيسياليزي في لو دومين، فوالا تقني متخصص. تمام. اذا هي الى حاولنا اننا نعطي واحد الى حاولنا نعطي واحد الكومباريزون، هي بحال التكوين او في بي بي تي، او لا هي في كتبين الدبلوم؟ شي مميزات محمد في الدبلوم؟ لا هي لا هي هي اون تيرم دو ديبلوم، يعني كتقني متخصص بحالك، بحال نقولوا اي معهد كيخرج تقني متخصص، فهمتيني؟ يعني ديال الدوله بيان سور، فهمتيني؟ اي هناك معهد افاق مثلا ما بعد التخرج، بيان سور هناك كاين افاق افاق، ما بعد الافاق التخرج. اي ندخلوا في الافاق، نديو في الافاق. ما هي الآفاق اللي كتتيحها هذه المؤسسة سي محمد للمتخرجين يعني بعد سنتين من الدراسة؟ داكو، بالنسبه للافاق عندك نقول لك حتى كاين تروا فوا، كاين الفوا ديال ان الواحد يكمل قرايته، من بعد غندخل في الديتا ديال كل وحده، كاين الفوا ديال ان الواحد يخدم، كاين الفوا ديال ان الواحد الا عنده شي سورس ديال الفينونسمون يدير شي حاجه ديالو. حنا من الدراري من البرومو ديالنا تبارك الله راه مشاو في دي بروجي ديال،
ولكن فهمتي كخصك واحد السوق ديال الفينونسمون راك عارف، راه ماشي شي طبيعي حاجه الحال، اللي تعمل اي لي سهله، استثمار، فهمتي. اي مشروع يلزم استثمار. هكذا ندوي على الخدمه، هو لو بروغرام ديال لي سميه نقول لك اورينتي بواحد 80% للخدمه، لو مارشي دو ترافاي، لو بوزوان ديال لو مارشي دو ترافاي، داكو. يعني هو اورينتي فهمتك. لهذا الشيء. دونك جينيرالمون انا الواحد اللي مثلا اللي بغى اللي انتيغاسي بزاف يكمل قرايته، و جاتو لوفر بين جاتو مثلا نقولوا لو شوا بين مثلا لو اس تي ولا بين لي فيس تي اللي عندهم واحد البروغرام ولا واحد الباركور كي جينيرال، ولا اورينتي لي زيتود وجاتهم من ناحيه اخرى اسميه ولا سميتو، الا كانوا انتيغاسي بلي زيتود ديالهم يكملوا في لي زوتر ماشي اسميه. الاسميه 80% اورينتي للمارشي ترافاي الخدمه، ولكن هذا الشيء ما كيمنعش انه مثلا واحد يكمل قرايته، لا كاين دي موديل اللي كيعاونوك، غير هو غتحتاج تخدم على راسك اكثر. لو بروغرام فهمتي، لو بروغرام هو سبيسياليزي كيقريك لو موديل اللي عندهم علاقه بلو دومين، فهمتي، سبيسيفيكمون لو دومين، دونك كتقرا الديتاي ديال الديتاي ديال على لو دومين. ولكن بالنسبه الى باغي، حيت راك عارف ملي غادي مثلا لا ليسونس برو ولا غدوز سيكل ولا شي حاجه، كيخصك تبريباري فهمتيني، كيخصك تبريباري اسي دو موديل اللي انت ما كتقراهمش كيف ما قلت لك. طبيعي الحال بالنسبه لي زيتو اللي غتكملهم، كاينين لي زيكول اللي كيقبلوا باغ كلاسمون، داكور، كاين اللي كيقبلوا باغ لا نوت، كاين اللي كيقبلوا بهم بجوج جينيرالمون. كاين مثلا نقول لك انا اللي كان طحت فيهم، مثلا ناخذوا لينسام، لينسام ديال سيدي عثمان، لينسام ديال سيدي عثمان كتقبل الا كنتي برومي، داكور. البيضاء ديزون مثلا جبتي محمد، جبتي اسمح لي البيضاء، الدار لينسام البيضاء، ديال الدار البيضاء، تماما لينسام ديال الدار البيضاء كتقبل الا كنتي الاول، بغض النظر مثلا نقولوا حنا جبتي مثلا 17 و18 وعندك مرتبه ثانيه ما غتقبلش، فهمتي. وديما كندوي بالديبلوم ديال لي سميه، يعني كتجيب الاول مثلا بحال انا كنت قبلت حيت كانت عندي زعما المرتبه الاولى، واخا كانت عندي واحد لا موين ديال قول كل 15 كذا 90 بحال هكا، راه كانوا دراري من ديفيلي وحدين اخرين اللي كانوا فيتيني اللي كانوا جايبين تما 17، ولكن ما كانش عندهم الرتبه الاولى. أيه. هذه من ناحيه، هذه واحد النوع ديال لي زيكول. كاين نوع ديال لي زيكول وحدين اخرين نقولوا بالضبط بحالاش، بحال لينسيت، فهمتي. لينسيت لينسيت هي كتقبل بلا نوت، يعني ما نقولش لك بغض النظر على لو كلاسمون، ولكن الا كنتي دوزيام تخوازيام كتخيام، المهم ما عارفش بالضبط، ولكن كتقبلوا يعني الدراري عندهم واحد لو كلاسمون ديال نقولوا سيزيام ولا كذا وتقبلوا، غير هو لا نوت اللي اسي فهمتيني، الى اسي الفي فهمتيني، يعني ديك 15 16. تبارك الله. هادي ولكن هادو اللي قلت لك حسن، يعني بالنسبه لي سيكي، بالنسبه لي ليسونس برو راه اليا فهمتي، راه اليا سيفيزامون ديال ليسونس فهمتيني، كتبقى على لا بريباراسيون ديال لو كونكور، يعني لا بري سيليكسيون. بالنسبه ليسونس برو راه تقريبا راه مقبولين، ولكن بيان سور كنقول لها موين ديال 14 الفوق فهمتي، هذاك 14 الفوق ما شاء الله. دونك دونك يعني هناك آفاق حيت كبيرة. كاينه واحد الهضره اسمح لي، قلت لك إذن هناك آفاق كثيرة وكبيرة لهذه المدرسة سي محمد. احنا كنشوفوا أنها تتنوع بين تقدر تكمل الدراسة ديالك، تقدر دير لا ليسونس، تقدر دير سلك المهندسين، أو لا بالأحرى تقدر تالي سوق الشغل. دونك ما شاء الله هناك آفاق عدة. وكاينين حتى اللي كملوا في برا، كاين حتى اللي كملوا في برا، كيف داري ذلك كملوا سي في محمد؟ دونك هنا كتبع لا بروسيدور ديال على حسب، مثلا بالنسبه لك كاين مثلا ما عقلتش بالضبط واش كملوا في فرنسا ولا في سميتو، لا الا كان لو بي عنده حتى هو لي زيكول لي ميم، راه كتانتيغرا مثلا بحال نقولوا بحال مثلا نشرح لك بواحد الطريقه اخرى، بحال مثلا كتلقى لو اس تي عنده واحد الافونتاج دو بلوس بارابور لي زيكول باش يكملوا في برا، في لا فرونس بالضبط، ندوي على فرونس. علاش؟ حيت لا فرونس حتى هي عندها لو اس تي، ونقولوا واحد 90% لو بروغرام باغي فهمتيني، دونك سكي في ما كتكونش واحد ديفيرونس، كتبقى غير على الكوطا ديال لي زيتيديون اترونجير. دونك لا ميم شوز بالنسبه للبي اللي عندهم لي زانستيتيو بحال الشكل ديال لي فميه،
دونك حتى هما راه يقدروا يكملوا لو ميم باركور بالنسبه للاخرين، كتبقى غير على الكوطا ديال لي زيتيون انترونجير. وكاين يمكن جو بونس كانوا دو زيتيون، كان دو زيتيون. حسنا سي محمد، الصراحه هاد المدرسه هادي تبشر بالخير، وبالتالي السؤال المطروح هنا هو كيفيه الولوج لهذه المدرسه. ها هو التلميذ تبارك الله خد البكالوريا ديالو، واش كاين هناك واحد الامتحان ديال امتحان باش كتابي او لا شفوي، او لا غير كاين هناك انتقاء فقط؟ وبخصوص العتبه ديال الانتقاء الى ما غير ذلك سي محمد. اي بالنسبه المهم ندوي على ديك ديما حيت المعلومات اللي نقول لك ولكن غالبا هما سميتو ما حيت كنكون حيت عندي زعما لي بروفيسور مثلا اللي كانوا قراوني في سميتو، دونك المعلومات باقا لا بروسيدور هي لا ميم. كتكون بري سيليكسيون غالبا كنظنوا قالوا واش 12 الفوق بالضبط، حيت في لا برومو ديالي انا الدراري تقريبا كلشي كان عندهم 12 الفوق، 12 كنظنوا واش وقفوا في 12.80 بحال هكا. وكاين امتحان كتابي، امتحان كتابي كدوزو في ثلاثه ديال المواد، الفرنسيه والرياضيات والفيزياء، كل امتحان كدوزو في نص ساعه، عندك ساعه ونص فاش كدوز لو كونكور اكري كامل بريزونسييل، وعاد من بعد كيافيشيو لي برينسيبال ولا لي ستاتونت. وبالتالي كاين غير امتحان كتابي سي محمد، ما كاينش هناك واحد الامتحان مباراه تفاهيه؟ لا كاينش تفاهيه. جميل. وتقريبا شنو هي العتبه ديال الانتقاء باش انك تقدر تدوز هذا الامتحان؟ مثلا شحال يقدر التلميذ يكون جايب في الباك باش يتقبل باش يدوز؟ هو الا جاب نقول لك الا جاب 12، الا جاب 12 راه كنظن غيدفع 12، المهم 12 الفوق فهمتي. حنا لو برومو ديالنا بالنسبه للبرومو اللي فاش كنت انا كانوا كاع الدراري جايبين واقيلا 13 الفوق، ولكن كنت سمعت كانوا وقفوا في 12.80 فهمتي، دونك على حساب. غير هي كاين واحد القضيه سي حسن، هو ان الكوطا اللي كيقبلوا ما كيفوتوش واحد النومبر ديال تقريبا ديك 32 بيرسون فهمتيني، دونك الا كانوا دافعين الناس بزاف، دونك الا كانوا تهزاتوا 32 مثلا فهمتيني، يعني دونك 32 ما كيفوتوهاش، حيت داكشي اصلا اللي كيهزوا لي صال ديالهم. حيت واحد القضيه نقولها سي حسن بخصوص إثمية هي استثمار كوري، كاين واحد سميتها كواكا، واحد الانستيتيو هو اللي مستثمر في الماتيريال وفي الانستيتيو، واخد لابروباسيون من عند ليطا، ولكن هو انستيتيو ايطاتيك، ولكن الاستثمار ديال كوريا، دونك كاع جايبين المهم كاع لي بي سي كاع داكشي غتحتاج كاين تما، كلشي كاين تما، ولكن في هذا الكوطا اللي قلت لك ديال النومبر ديال 32 مجهزه بشكل جيد. الا بغيتي كاع ندخلو في الديتاي ديال التجهيزات. مرحبا. واحد السؤال هو شحال كاينه من إثمية في المغرب؟ يعني هاد المدرسه ديال معهد التكوين في مهد السيارات، شحال من منشاه كاينه في المغرب؟ كاينين ثلاثه، كاينه في كازا، كاينه في قنيطره، وكاينه في طنجة. غير كاين الفرق بيناتهم. المهم فبحال في قنيطره ما كايناش مانتونس اوتوموبيل، كاين سيستم اوتوماتيزي وكاين لا جيني ميكانيك، وما عارفش بالنسبه للالكتروميكانيك. كازا هي اللي نقولوا برينسيبال. بالنسبه لطنجه صراحه ما عنديش درايه، غير هي نقول لك انها بزاف فيها لي فورماسيون، حيتاش في إثمية كاينه فورماسيون برينسيبال اللي هي تكنيسيان سبيسياليزي، وكاينين دي فورماسيون ديال كيجيو الشركات بحال قلتي لي بيرسونيل ديال الشركات كيجيو مثلا كيتفورماو تما، لا في الكابلاج، لا في البلاستورجي، لا فهمتيني، دونك ياخذوا واحد الفورماسيون ديال 6 موا ديال على حساب لا بيريود كتفورماو، وابري كيرجعوا للشركه. كتكون عند كونفونسيون بين لانستيتي وبين لونتربريز، ولكن فهمتيني هذه ابا دونك ديال طونجي هي اورينتي، ولكن جو بونس فيها فورماسيون انيسيال. كونسيرمون لي فيليغ صراحه ما عنديش فكره، هو السيت كيديطاي كلشي، غير هو اللي عارف ان البرينسيبال هي ديال كازابلانكا فيها كاع لي فيليا، ودابا راه زادوا فيليا وحده اخرى اللي هي الكتروميكانيك. تمام. اذا قلت لي يا سي محمد انها استثمار كوري، وبالتالي هاد المنشاه او هاد المعهد هذا هو تحت لواء الوزاره الوصيه مباشره،
ما كنظن واش هو تابع شي جامعة مثلا. كنعرفوا في كازا كاينه جامعة محمد، جامعة الحسن الثاني، هي لا واش تابعت شي جامعة ولا؟ هذا هو السؤال. لا لا، ما تبعش الجامعة، ما تبعش التعليم العالي، كان متابع التكوين المهني. تكوين المهم مهني. الى ما زعما هي ما تبعش التعليم العالي، يعني مش محسوبش على جامعة. تماما. وشنو هما سي محمد شعاب البكالوريا اللي ممكن انه يدفعوا لهذا المعهد ويتقبلوا باش يدوزوا الكونكور؟ الشعب العلمية، الشعب التقنية، صافي دول كاين. الاقتصاد لا، والأدب لا، دول اللي إذا كاين، جميع يعني الشعب سيونس التقنية مات، سيونس والعلمية اكس، عندي. سيونس فيزيك. نعم نعم هو كاع بالنسبة مثلا حتى كانت ما واحد ثانوية تقنية، يعني حتى من ناحية لي تي بي ولا من ناحية شي حاجة، شي بغاو يكتشفوا مثلا دي ماتيريال ولا شي حاجة، كيجيبوهم لي في مية كيكتشفوا، يعني الناس ديال الباك برو. مفهوم سي محمد. بالنسبة للتخصصات الموجودة تحدثنا عليها، ولكن ما تحدثناش على نظام الدراسة، زعما سيستيم دو فاليداسيون، بشحال خاصك تفاليدي، واش تابع نفس السيستيم ديال الكلية؟ تقدر تحدث لنا شي شوية سي محمد على هذا الصدد؟ ايه مرحبا. بالنسبه للبروغرام مثلا، هي باغ موديل، فهمتيني، يعني 10 الفوق، يعني اقل من 10 كمان فاليديش، وكاين غاتخباش. بالنسبه للبروغرام عندك 2 زون، عندك العام، عندك كسي العام الاول كاين اكزامان دو باساج باش تدوز العام الثاني، فهمتيني، كات ايفولي لي بريغوكي ديال لي كونيسونس ديال ليتيديون، اكزامان دو باساج. من بعد ما كدوز من بعد العام الثاني او الثاني، عندك اكزامان دو فان دو فورماسيون، كدوزو في 4 مودول، ديزون في 2 مودول، لا كومونيكاسيون لونغلي، اكزامان تيوريك كيجمع كاع لي مودول ديال سبيسياليتي، اكزامان براتيك، براتيك فهمتي، براتيك يعني كيعطيوك دي يا دي بان كتلقى ليهم لا سوليسيون، يا كيعطيوك دي ميزور، يا دونك داكور. وعاد عندك بروجي دو فان دو فورماسيون، هذا هو لو بروغرام، زعما بروجي دو فان دو فورماسيون، كان خصك دير بروجي دو فان دو فورماسيون، يعني بروجي. وعندك في البروغرام عندك 4 بيريود دو ستاج، بروغرام ديال 2 زون، 4 بيريود دو ستاج، داكور. شاك بيريود كدوز من ان موا اي دمي حتى لدو موا جينيرالمون، دونك على حسب امتى لقيتي ستاج، جينيرالمون هي في البروغرام كتلقى فيها من ان موا اي دمي حتى لدو موا، داكور. لا فاليداسيون كيف ما قلت لك ب 10، دي موديل. لا قدر الله سي محمد، شي تلميذ ما قدرش يجيب 10، جاب تحت 10، واش هاد النقطة هادي كتكون اليميناتوار زعما خاصو يعاود العام، أو لا كتعطاه فرصة أخرى باش يراتربي هاد لا نوت هادي؟ واش يقدر يستدرك هاد النقطة؟ كدوي على 10 في الموديل ولا كدوي على العام؟ كدوي على لا 10 في الموديل، 10 في في الوحدة. الموديل اللي كاين راتراباج، كاين راتراباج. ونقول لك كاع في البيغ دي كا، الا كاع مثلا ما جبتيش في المهم، كاين حلول، ديما كاين حلول. شفتي الشاف ديال الديبارتمون كيلقى لك حل، فهمتيني. وبيني وبينك سي حسن، صعيب بزاف، يعني لاسيستونس ديال لي فورماتور، لي زيكيبمون اللي عندك، لي سيبور اللي عندك، وكاين واحد لابلاتفورم اي ليرنين اللي واعره واعره بزاف عندهم. ديجا الا بغى الواحد يتابونا فيها كيخلص، هما كيعطيوها لك فابور، كيعطيوك اكسيب بويسك انت ايتيديون تما، لي سيبور تكنيك فهمتي، ميم لي فورماتور ميم. دونك صعيب بزاف انك ما تفاليديش، صعيب بزاف، انا كنقول لك صعيب بزاف، فهمتيني، صعيب بزاف، يعني من غير اللي ما كنتيش انتريسي، فهمتيني. دونك تمام. وشاف ديبارتمون كيلقى لك حل، يعني نقولوا حنا طرا شي مشكل غيلقى لك حل، الا كنتي انتريسي ولا كنتي فريمون باغي تخدم سميتو، راه غتبين وغادي يلقى لك حل. دونك ماشي هاد القضيه صراحه، حتى هي افونتاج في اثنين، ما كاينش هاد القضيه ديال ماشي بحال الشكل ديال لافاك ولا بحال فهمتي، جبتي اي نوت ما كاينش اللي كيتسوق لك، دونك سير دفع ريكلاماسيون، دوز الرات ما دوزتيش، دونك صافي. نو هنا كيديو معاك، كيعرفوا شنو كاين، شنو سميتو، كيسمعوا لك، فهمتيني. دونك يعني فهمتي كيف ما قلت لك، كاينه واحد الوحده ديال المصاحبه ديال التلميذ، واحد لاكومبانيومون سكولير. بالضبط 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 بالضبط.
طبيعة الحال كان من طرف كاع مثلا زعما، لا في الطاقم الإداري، لا في الطاقم ديال الديبارتمون، لا في كل شيء. وبصراحة هذه واحد نعمة، هذه نعمة اللي حابة لو تكون في جميع المنشآت المؤسسات الدراسية المؤسسات بطبيعة الحال، لأن ماشي المهم هو التكوين الدراسي أو الهاردوير كما كيقولوا، الهارد سكيلز هما موجودين في كل شيء، ولكن كيبقى الجانب داك الناعم ديال التلميذ، خاص اللي صاحبه، خاص اللي يكونه، خاص اللي يطوره. دونك كيبقى جانب سوفت سكيلز هو أهم شيء خاصنا نلعب عليه، لحقاش هو اللي كيدير الفارق ما بين التلاميذ ديالنا. إذا سي محمد، صح. أنت كما قلت لي كنت مانتونس أوتوموبيل، واش تقدر تهضر لنا على مثلا بعض لي موديل، بعض الوحدات اللي كنتو كتقراو، وشنا هي الأهمية ديالها في سوق الشغل؟ بالنسبة لي موديل اللي كنا كنقراو، كاين دي موديل اللي كانوا نقولوا سبيسيفيك للناس اللي بغاو يكملوا قرايتهم، ولكن ما كافينش أيه. نهائيا، ما كافينش نهائيا. الا اعتمدت عليهم انا احتمال ديالك، فهمتي؟ كاين احتمال، ولكن باش تزيد لي الشونس خصك تخدم. كاين كنقراو المات، كاين لونجلي، كاين لا كومونيكاسيون. دونك هادو دي موديل اللي ديزون غينفعوك لا في المارشي دو طرافاي من ناحيه، ولا في تكمل لي زيتيد ديالك. لي موديل ديال سبيسياليتي كاين، كندوي على الموتور، داكوغ، موتور 1 موتور 2. ملي كندوي على موتور 1 كتعرف لي كومبوزون ديال الموتور، لي سيستيم ديال ان موتور تيرميك، لي سيركوي، فهمتيني. كاين دي موديل ديال لي ديسبوزيف الكتريك، داكوغ، بون سكي كونسيرن لي زاكسيونور، لي كابتور، داك لي زونيتي دو تريتمون، لي كالكولاتور، لي بيوسكان. عندك لي سيستيم هيدروليك بنوماتيك، لي فيغان، دونك لي كالكول ديال سميتو ديال لي فمون، دونك داك جينيرال بنوماتيك هيدروليك. الشاسي، تو سكي غولاسيون افيك لا سوسبونسيون، لي زاموغتيسور، لي زيسيو. Système de confort et sécurité, tout ce qui est relation avec les airbags, ceinture, levée de vitre, climatisation. Le système de freinage, le système de direction. D'autres modules de gestion de qualité, gestion de projet, du général. عندك ديسان اندستريال، حتى هو كنا كنقطعو قريناه. وعندك لا ترانسميسيون دو موفمون، فهمتيني؟ كي دي ترانسميسيون يعني شي ديال لي زومبرياج، كيفاش الموفمون كيدوز من الموتور تيرميك من فيلبرو كامل، بون موتور حتى لومبرياج، حتى لا بواط فيتاس، حتى لي روموتريس. دونك كاع هاد لي موديل كلهم غادي ينفعوك باش كتفهم لو فيكول كامل. جينيرالمون انت ملي كتخرج مثلا تكنيسيان سبيسياليزي، كيف ما قالها ان بروفيسور كي فريمون زعما كان خطير، قال لك زعما كتخرج بحال ان ميدسان دو فواتور. سي اكزاكتومون لو تيرم، زعما اكزاكت، فهمتيني؟ حيتاش كاع لي سيستيم كتميتريزيهم، فهمتيني؟ دونك ملي كتكون اون بان، كنقول لك اودي عندي واحد تال بان، دونك ملي كتقول لي واحد البان في هادي، دونك ديجا انا دغيا كنسيبلي داك لو سيستيم، وكنعرف لو رول ديال شاك كومبوزون، دونك كنسيغنو لو بروبليم، فهمتيني؟ دوك كاع دوك لي بوسيبيليتي كنحطهم، كنسيغنو لو بروبليم، كنعرف لو سوليسيون كيفاش غتكون، كنعرف لي زوتي دو ميزور، فهمتي؟ كومون كونترولي. دونك كاع لي موديل كلهم سون تري تري امبورطون زعما في المارشي دو طرافاي. حيت بالنسبة لك كنقولوا مزيان نيت ملي جبتي هاد لو بوان باش ندوي حتى في قضية لو طرافاي، حيت خلينا افاك شوية. بالنسبة لو طرافاي، عندك تقدر تخدم كونترول دو كاليتي، فهمتيني؟ لا في لي زونتربريز ديال لي بياس اوتوموبيل، لا في دونك ملي تخدمي كونترول دو كاليتي، دونك كاين دي ميزور كيديروا. كاين اول حاجة تعرف بعدا لي بياس، داكور؟ دونك هادشي غتعرفو في لا فورماسيون، لي ميزور اللي كيديروا عليهم، كيفاش تميز بين اون بياس هادي وماشي هادي. دونك كل بياس اش كتصلح، فهمتيني؟ راه كاين دي بياس كي سون تري تري كومبلي، دونك الطريقه ديال التعامل ديالهم راه خصك تعرف كيفاش تعامل معاها، راك ماشي، فهمتيني؟
دونك تختلف من قطعة تقدر تخدم كونسيي معدنية سيرفيس. فوالا تقدر تخدم مثلا كونسيي سيرفيس في واحد لا ميزون. كونسيي سيرفيس خصك تعرف كيفاش تجمع لي كليون، هنا كتدخل الكومونيكاسيون ديالك فهمتيني، تعرف كيفاش دير لا ريسبسيون ديال الكليون فهمتيني، وتعرف كيفاش دير لا ريسبسيون دو فيكول، تعرف تقدر عاوتاني تعرض السويفي ديال ليزوبيراسيون. دونك هادشي كلشي كيدخل في ان كونسي سيرفيس. تقدر تخدم في تكنيسيان في فلاتولي مثلا، دونك فلاتولي مثلا ملي كتجيك مثلا اون بان، دونك كيقول لك مثلا عندي واحد لا بان بان بان، تعرف لا بروسيدور سويف، تعرف شنو هادي شنو هما لي زوتي. دونك جينيرالمون هادشي كلشي كيعلموك، والطريقه باش غادي لا فورماسيون في اف مي زوينه. علاش؟ حيت جينيرالمون كيعطوك لو كادر داكور، كيقول لك لاندستري اوتوموبيل، لو طرافاي ديالك انت كيجي مورا ما كتصاوب مرة، زعما ما كت مورا لا برودكسيون ديال لا فواتور، ومورا ما تكومرسياليزا، مورا ما كيكونوا لي بال، كيجي انت لو طرافاي ديالك. وهنا كيقولوك بعدا اول حاجه كيبداو لك بلي زوتي لوتياج. كان موديول في الاول في لا بروميير سيمستر سميتو لوتياج، كاع لي زوتي تخدم بهم كل واحد شنو غادي داكور. دونك كتبدا تدريجيا، دونك داك لا كرونولوجي ديال لا فورماسيون اي لي فريمون تري امبورطون. كنتمنى نكون جاوبت على السؤال زعما. لا واضح سي محمد. اذا اللي نقدروا نستخلصوا بطبيعه الحال من الجواب ديالك ان الوحدات الملقنه او بالاحرى لي موديول اونسيني يصبون في في سوق الشغل. اذا هذا الشخص التلميذ او التقني المتخصص اللي غياخذ الدبلوم ديالو من هذا المعهد هذا سيكون قادرا على التعامل مع هذا الدبلوم هذا انطلاقا من المعارف ديالو اللي تم التلقين ديالها في العام في الاعوام السابقه، يعني السنه الاولى والثانيه بالتحديد بالضبط. حيتاش كيف ما قلت لك احسن عندك عندك 4 بيريود دو ستاج داكور. دونك 4 بيريود دو ستاج راه فهمتي يعني اربعه ديال سميتو، يعني راه تبارك الله راه كنقول لك انه كافيين. الا كان الواحد زعما كيبحث وكيقلب وكيخدم وخدام على راسو، راه كيفين باش ان الواحد زعما كيكون عندك النيفو دي بيتون لا كومبيتونس، ولكن لا كومبيتونس ديال واحد دي بيتون باش انتيغ المارشي راهم كافيين اكو. دونك هذه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى تالي فورماتور كلهم جايين من المليو اندستريال. دونك ملي كيتناقشوا معاك من فهمتي داكشي اللي كتسناك هما اللي فهمتيني، يعني كتقرا داكشي اللي كتسناك داكور. دونك انت ملي كتناقش مثلا معاهم في دي بروبليم ولا هما ما كيعطوك زعما دي نصائح على شي اللي كتسناك، و سي فري زعما باغ اكسبيرونس داكشي هو اللي كاين. تمام سي محمد، مفهوم. نتمنى تكون الفكره وصلت للتلاميذ ديالنا المشاهدين الاعزاء، وهذا الشيء هذا غيحيلنا على واحد السؤال جوهري الصراحه، واللي هو كيتخوف منه التلميذ ملي كياخذ البكالوريا وكيدخل. راك عارف السي محمد ملي الانسان كيكون مولف بواحد طريقه ديال التلقين وطريقه ديال الدراسه في البكالوريا كيطلع كيلقى تعليم عالي، سواء كان تكوين مهني كان كليه كان مدرسه مهندسين. وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما هي الصعوبات والعراقيل التي من الممكن ان يواجهها تلميذ او طالب سنه اولى في هذا المعهد هذا ديال تكوين في مهن السيارات؟ مثلا انتما سي محمد شنو هما سي محمد العراقيل اللي واجهتيه فاش كنتي طالب في السنه الاولى؟ دابا بالنسبه للعراقيل نقول المهم عندو حنا العام الاول اون جينيرال داكور. اول حاجه هو نعم. انك فما قلت لك المعهد كاين بالنسبه اول حاجه كاين واحد لا كونطرانت زعما، كاين واحد الحاجه للناس اللي على برا ديال المدينه زعما، مثلا اللي كاين اللي جاي من اكادير من مراكش من وجده من فاس من سميتو جاي لكازا مثلا يقرا في كازا. دونك يعني الا كانت بروميير اكسبيريونس ديالهم يكراو تما، دونك خصهم واحد انتيغرا فهمتيني. دونك هنا بالنسبه لشي اشخاص تقدر تشكل لهم واحد الصعوبه شويه، اللي مولف بالدار مولف فهمتي بالماكله ديال الدار فهمتيني. دونك هذه تقدر تشكل واحد الصعوبه شويه بالنسبه للعام الاول، ماشي بالنسبه لواحد الشهرين بعد راه غادي تادابطا. بالنسبه للبروغرام يعني اللي كي زعما كنطبق على كلشي فنقول لك بالضبط ساعه نقول لك هي كيف ما قلتي طريقة ديال التعليم في الليسي ولا في الباركور كامل زعما اللي قبل الباك
مختلف على التعليم العالي، ولا مختلف على اللي من بعد بطبيعة الباك. الحال، بطبيعة الحال فوالا، هو الحاجه المميزه في الإفميا هو انك كما قلت لك العدد ديال لي زيتيديون، حنا كنا 32 واحد، دونك 32 واحد كوميم كتحكم فهمتي بلا فورماسيون، يعني لو بروف كيوقف لك شويه في القدام، شويه في الوسط، شويه في اللور، دونك لا فورماسيون غتوصلك. يعني ديك لا كونترانت اللي كتكون مثلا عند في المؤسسات اللي كيكونوا فيهم بزاف ديال بنادم، هذه ما كايناش في الإفميا، فهمتيني؟ واللي من ناحيه افونتاج. مفهوم. الكونترانت اللي نقول لك تقدر تكون هي ان لا فورماسيون كيف ما قلت لك هي سبيسياليزي، دونك بنادم كان مولف لا فيزيك يقرا جينيرال، فهمتي ديك الكالكول ديال لي فورس، ديك لو ماتون جينيرال، لا فيزيك اس في تي، دونك ملي غادي يجي غادي تلاح ديريكتومون لواحد لا فورماسيون كي سبيسياليزي، وكنقول بيغمون سبيسياليزي داكور. دونك ملي كتقول لي مانتونس طوموبيل غادي تلاح لي لو فيكول، دونك انت كدوي فهمتيني، راه ماشي راه سي با فاسيل فريمون. انت مثلا كنتي بطبيعة كتحرى الحال بواحد لا مانيير لي تيوريك، وكتجي ديريكتومون لو موند ريال، فوالا لو فيكول، فهمتيني؟ حيت كيما في مكتب لو ديبارتمون الي فريمون ايكيبي، وكاين دي فيكول تما. دونك حيت اول حاجه، اول نهار كتدخل لي في 100 كيديروا لك واحد لو تور داكور، واحد لا فيزيت، كيدوروك على واحد دي ماكيت، دي موتور، زيارة وكل حاجه ميدانية كيشرحوا لك للمهم. اون بغيف لاش كتصلح. زياره ميدانيه بالضبط، زياره ميدانيه على كاين على كاع لي سيستيم، كيقول لك فوالا شنو كاين شنو كاين شنو كاين. دونك هذيك بالنسبه الطلبه تقدر تجيهم شويه بيزار، ما فهمتي، بحال اللي ما مولفينش على هذه القضيه، كيسمعوا مثلا لي زيكرو داك الشيء، كيقراو مني ورقه وسيروا الكتابه، فهمتي، بريباري بريباري، وانت كتهزو كتحطو في دي ماتيريال داكور. دونك شي حاجه اللي ما مولفيناش تقدر تجي شويه صعيبه بالنسبه لشي وحدين. داكشي علاش في الاول كاين، في الاول كيف ما قلت لك خاص الواحد يكون باسيوني بلو دومين، دونك ملي كيكون داك الشيء هو اللي باغيه هو اللي كيلقاه، دونك ما غاديش يكون عنده مشكل. ما كنظنش شتي شي واحد الا اختار داك الشيء عن اقتناع، الا اختار مثلا المعاد والتخصص عن اقتناع، ما كنظنش غادي يلقى صعوبه، مش ما كان ما كان ولا ما كنظنش بحال هادو غادي يشكلوا لي صعوبه، المف بانه يزيد لقدام. إذا يكفي يكون عنده غير الطموح ويكون عنده واحد الاستراتيجية ديال النجاح السي محمد، وكيف ما كان العائق اللي قدامه إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي يقدر يواجهه ويتغلب عليه بكل سهولة. بطبيعة الحال، وكاينه قضية أخرى بالنسبة لفكرتيني بها، كاينه مع تفضل. سميتو، لا لو اسمح لي غنبدا نستعمل، راك عارف الفرونسي راه غلبات علينا سي حسن، ما هذا ما كان، هذا ما كان راه تقريبا فهمتيني في الدراسات العليا دابا لا كامل لوكاليزاسيون، اللغة الفرنسية لا لوكاليزاسيون ديال اللي فهمتني جات شوية نقول لك بحال فهمتيني، بحال في الخلا فهمتي، بلاصة ما خاوية تما، فهمتني قدام واحد الشركة ديال سميتها دي بلوس كت شي ديال لا شنو ميكانيك. سميت ديك البلاصة دونك سي محمد في الدار البيضاء؟ شنو هو الموقع ديالها تماش كيتسمى؟ بالضبط سميتها الازهر، في الازهر، الأزهر ازهر، دونك في كازا كاين البرنوصي، البرنوصي فيه بزاف د مواصل المناطق من الترامواي بينهم سي محمد الازهر. تسمى؟ لا تراموي حدو البرنوصي، آه تراموي حدو البرنوصي حدو عند سميتو تما، غيخصك خصك كاين واحد كاين طوبيس فهمتي، الطوبيس هو اللي كيوصل تل الازهر، تل سونتر ديال الازهر، وكاين ترونسبور ديال اللي في 100، هما كيوصلوا من اللي في 100 مثلا سيمبل كيمشيو برجلهم. غير حيت بالنسبه لواحد القضيه كانت طرات ملي كنا حنا كنا غادي ندخلوا، كانوا لي بارون سورتو اللي عندهم دي في، كنا كنضربوا واحد الطواله، وكانت في واحد بحال الخلا فهمتيني، دونك هي بون هي كانت هي الخلا، دونك الوالدين ما كانوش زاعمين فهمتيني، ما كانوش زاعمين ولادهم تمام. يمشيو في ديك الطريق، سورتو بالنسبه للبنات. ما كتقول لي البنت غتقرب مع 8 و 8 ونص، دونك راه ما نقدرش انا نلي سكين تمشي. مي دابا لا، دابا راه التبنات تما، والتبنه بزاف، بقات واحد البلاصه اللي صغيره وكاين بزاف التبنات تما، دونك ما حتى هذا العائق هذا اللي يقدر يشكل عائق بالنسبه لشي وحدين، راه كنظن انه ما بقاش. اخر بالنسبه للعام الاول، ما العام الثاني راه كنظن راه غاديين او مونتيرنا. تماما سي محمد، انت تبارك الله كنشوفوك دابا انك تبارك الله تبارك الله غادي في واحد الطريق ديال النجاح. ملي في 100 مشيتي للاجازه في لو اس تي المدرسه العليا للتكنولوجيا، من بعد داير تبارك الله سلك المهندسين
بكلية العلوم والتقنية تسطات، هذه مسيرة متفوقة السي محمد. دونك ما هي النصيحة ديالك للتلميذ اللي بغى يسلك نفس الدرب ويكون من المتفوقين في هذا المعهد؟ لأنه بطبيعة الحال التفوق راه كيبدا من اللبنات الأساسية ديال التفوق، راه هي من أول خطوة خطوتيها في ذاك المعهد. دونك كيفاش التلميذ يكون متفوق في معهد التكوين في مهن السيارات؟ داكور. أه بالنسبة بالنسبة المهم بالنسبة للتفوق والنجاح عندما زعما عامة، كيف ما قلت لك، أول حاجة يكون عندك الشغف لذاك المجال، يكون الشغف وتكون وكيف المثابرة، لا بيرسيفيرونس، المثابرة أكيد والخدمة، أكيد الخدمة ونقول لك واحد القضية بالنسبة لي بروف، لي بروف ملي كيشوفوا لي زيتيديون بحال هكا انتريسي راه ما كيبخلوش عليهم، لا بالفورماسيون ولا باي حاجه، لا باي اد، فهمتيني؟ دونك الا بقيتي محافظ على هذا لي تريبلي هذا راه غتمشي ان شاء الله، وان شاء الله نقولوا حنا حيتاش لو بروغرام ديال لي فميا كومون كيما كنقولوا حنا ماشي ترو شارجي، يقدر في العام الاول بنادم يجي هو ان بو ترو شارجي، ولكن هو ماشي ترو شارجي، هو كافي. هو امتى غادي يجيك تخو شارجي ولا غادي يجيك شويه في العام الثاني؟ والعام الثاني بالنسبه اللي بغا يكمل قرايه، فهمتي؟ بحال مثلا نقول انا مثلا ملي تقبلت مثلا في الانصام مالوغوزمون ما أيه. بريبايتش مزيان، ملي تحت في الكونكور لقيت الكونكور اللي سيفا، فهمتي؟ فيها ثيرموديناميك، فيها بزاف ديال الحوايج، ما بريبايتش مزيان، داكور؟ دونك هنا ما تقبلش، سي نورمال، زعما انا ماشي نقول لا نو سي نورمال، فهمتي؟ الا كنت بريباري تكون دز، كون ما بريباريش فهمتي اش اللي طرا. دونك بالنسبه اللي بغى فريمون انتيغري ان سيكل، زعما من لو ديبلوم، من باك بليس ديريكتومون، راه سي بوسيبل، ولكن كيخصك زعما تخدم، وجو دي بيان تخدم، دونك تخدم. دونك هذه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى تعرف شنو بغيتي، بحال مثلا انا درت لا ليسونس بروفيسيونيل في جيني اندستريال اي لوجيستيك في لوستي دو كازابلانكا، كي ديسبونيبل دابا اي واحد يقدر يديرها، وكاينه او ميم طون ميكاترونيك حتى هي يقدر يديروها الدراري، وكاين دي ليسونس في بيم، كاين دي ليسونس في بزاف ديال البلايص، دونك كل وحده كتختلف، كل وحده ولو تيم، كتشوف ديما اللي غدير اي ليسونس راه ماشي، حيت كاين واحد القضيه اساسا هو بنادم كيدير غير باش يتسمى دار، هذه غتخرج عليك في الاخر، لا كدير باش غلط تسمى درتي غتخرج غلط عليك في بطبيعة الاخر، الحال. فوالا فهمتي؟ كاين اللي كيدير باش يتسمى ده باش يسولو يقول لهم درت، فهمتيني؟ دونك في الاخر فهمتي ملي كتجي الضربات كيكون فايد غادي الفوت، يوصل رقم فهمتيني؟ مسدود صراحة، دونك غادي يوصل رقم مسدود. غيوصل غيوصل رقم زوج، وغيمشي الوقت، فهمتي؟ الوقت هو الحاجه اللي ما تبغيش تمشي لك صراحه، حيت ما عندك كيفاش ترجعها، كلشي غترجعه الا الوقت. دونك الواحد ملي غيدير شي فورماسيون انما يشوف الكونتوني ديالها ويكومباري مع داكشي اللي بغا، فهمتيني؟ وقضيه اخرى، دوك لي ستاج راه كينفعو مزيان، دوك لي ستاج بحال مثلا المهم نقول عندو على اللوكا ديالي، انا دو حيت كاين اللي كيدوزو في بليزيور اونتربريز، بالنسبه للوكا ديالي انا دوزو في اون سول اونتربريز لي كاتر بيريود، ولكن دوزتهم في كاتر ديفيرون سيرفيس، دونك انا مثلا مورا ما تبارك خديت الديبلوم ديالي غتسولني على لو بروسيسوس ديال اونتربريز، نقول لك شنو كاين من اتل زي، من اتل زي، فهمتيني؟ ايه فهمتيني. وبالنسبه لو بروسيسوس جينيرالمون معاك ندوسو في هو باغي في كاع لي زونتربريز اللي عندهم لا ميم لو ميم زعما لو ميم سيكتور داكتيفيتي. دونك تمام دونك انا مزيان السي محمد، دونك ملي جبتي النقطه هذه ديال التدريب الميداني، حبذا لو ايوه انك سير، تحدث لنا اكثر على هذه النقطه هذه، انك تسترسل لنا في الشرح وتهضر لنا على التدريب الميداني اللي خلطتي وما له من اهميه قصوى في التكوين ديال الحياه ديال التقني المتخصص، طيب الحال الحياه الدراسيه والعمليه. اييه ندوزو للحياه الدراسيه كيف ما قلت، نكملو نجي على داك لو بوان من بعد نرجعو للعمليه. بالنسبه لي ستاج كيف ما قلت لك، بالنسبه لي ستاج ملي كدوزو كتكون عندك ديك فيزيو على لونتربريز، كتكون انت عارف شنو بغيتي، علاش؟ حيت
بحال دابا لو كان نستعمل بليزيور سيرفيس، دونك مثلا كتكون عندي واحد ليدي، واحد ليدي تقدر تكون شويه في الاول، ولكن كتكون عندك واحد ليدي كومون داكشي اللي بغيتي. دونك داكشي اللي بغيتي كتقلب على داكشي اللي شنو خصك، داكشي اللي خصك هو اللي تقلب عليه في دي فورماسيون صافي، وملي كتلقى داكشي كتمشي كتخدم عليه. انت حيت بيان سور مثلا كتاخد باك بليس دو راه كتفتح في ليسونس مثلا كدوز، كاين اون بري سيليكسيون سي نورمال غدوز، وكاين اون كونكور داكور دونك سي نورمال. هذه من ناحيه. بالنسبه للعمليه هو لو ستاج من ناحيه انك كتطبق داكشي، كتطبق داكشي اللي قريتي وكتجسدو، حيتاش كاين فرق، حيتاش ملي حيت كاين فرق بين طرافو براتيك وفي ستاج. ملي كدير تي بي كتكون مع صحابك مثلا، ولا كتقول ولا كيكونوا دي بروفيسور اللي مولف عليهم، ولا كيكون فهمتيني كيكون دي في لونتربريز راه سي ان بو ديفيرون. نقدر نقول لك كاع سي ديفيرون، راه كتكون كما كنقول لك، راه كنقول لك في ستاج راه الشخصيه ديالك فهمتي كتربي واحد الشخصيه اللي فريمون ديال لي زونتربريز ديال كما كنقول ديال الوقت فهمتي، خصك تكون حربي شويه. دونك فهمتيني دونك خصك تندمج بنادم تما غادي بواحد اللونغاج، خصك تمشي معاه في داك اللونغاج، ماشي انت اللي غادي تامبوزي. لا راه هادي اش كنقولوا ليها نو، كيف ما كيقول لك انت غتمشي انت عندك لا فورماسيون ديالك، راه ماشي غتقول لا داكشي اللي كيقراو منه، لا داكشي اللي كاين كلشي كاين، ولكن انت خصك تادابط. المهم هو تاخذ لا فالور اجوتي ديالك داكور، حيتاش حتى انت راك انفيستي في الوقت ديالك، انفيستي في الفلوس ديالك، انفيستي في الانرجي ديالك، انفيستي في بزاف ديال الحوايج. دونك مايمكنش ما تخرجش من انستار سون فالور اجوتي. وملي كدوز اللي ملي كدوز اللي كاد بيريود دو ستاج كدوزهم بار اوبجيكتيف. دونك مثلا تي جاتك شي اوفر دو طرافاي كيسولك مثلا ان ريكروتور مثلا واش دوزت ديال ستاج، كتقول لك 4 بيريود دو ستاج داكور، كيدخل معاك قول لي الاولى فين دوزتي، اش من سيرفيس، اش نور اوبجيكتيف، اش وصلتي، شنو استفدتي منها. كيدوز معاك الثانيه حتى هي، شنو هادي، شنو العلاقه بين الاولى وبين الثانيه، علاش دزتي من الاولى حتى الثانيه. دونك هنا ملي كتجاوب بواحد الطريقه اللي مطامه لو ريكروتور كيتهنى عليك جينا غير ماشي الغوكريتور، وانما حيت نقولوا حنا لونتروتيان كدوزو مع ان اخ اش اون ريسبونسابل تكنيك، لو ريسبونسابل تكنيك كيتهنى عليك حيت كتجبد لي هو الدومين فهمتي، حيت خديتي لي كومبيتونس لي كيسون فريمون دوموندي باش انك تانتيغرا واحد فواحد لو بوست دو طرافاي داكور. دونك هادي بالنسبه للعمليه، يعني لي كومبيتونس اللي كيكونوا مطلوبين كتاخذهم، ولكن هادشي راه نقدر واحد القضيه حتى نقدر نهزك نحطك في لونتربريز اللي واعره، نعطيك دي ماتيريال واعر، نعطيك اون كادرون واعر، راه الا ما بغيتيش راه ما غاديش دير فهمتيني. دونك راه تاكيس فوالا، دونك باكيستون ديال واحد راه خصو يكون تاو باغي، وباغ كونط الا بغيتي راه غادي انت غادي نقول لك غتخلق الشروط ولونفيرونمون اديكوا فهمتي. دونك بغض النظر حيت واحد القضيه فكرتش واحد النقطه حتى هي كانوا كي بون ما كانش نواش الدراري، هي كان واحد نقولوا في ستاج سورتو اللي كيدوزو مثلا، كان واحد بحال كانت واحد الانرجي ان بو نيجاتيف من طرف لي تكنيسيان، ولا من طرف ماشي في كلشي، ولكن نقولوا حنا واحد المهم الحاجه ملي كتكثر دونك كيكون عندها واحد البورسونتاج اللي هي اسي امبورطون، دونك خاصها تاخذ بعين الاعتبار. كيقول لك مثلا كتشوف مثلا دي تكنيسيان وكذا، وكتلقى راسك كدوز في مع دي تكنيسيان، وتا هما يقدر يقول لك راك حتى انت غتخرج مثلا غير تكنيسيان ولا غير ميكانيسيان ولا كذا، دونك كاين اللي كيدهرس في هاد الكلمات، كاين اللي كتحبط ما غنقولش كيحبطك، ولكن نقول كاين اللي كتحبط فهمتي، حيت كاين فرق. اييه تماما فهمتيني، كاين اللي كتحبط دونك حيت الا خليتي بحال هاد الحوايج كيحبطوك فهمتي زعما راه فرانشمون زعما راه جو بونس با زعما غتوصل شي حاجه، وماشي غير هنا في اي بلاصه، في اي بلاصه وفي اي واخا نهزك نحطك في شي في هارفارد راه ما غاديرش حتى شي حاجه، حيت كتحبط ابسط حوايج انا مثلا كندس من القضيه فوالا، انا كندس من القضيه ديز من مثلا واحد لو سيرفيس كانوا في غير لو تكنيسيان انت درت شي غير هنا، دونك راه ما غاديش ديباسي هنا، او مي مثلا لي كوليك بعض المرات لدرجه انهم من كثر ما كيسمعوا ولاو هذا هو لو بيغ، انه بحال قلت ولاو كيامنوا بهذه القضيه داكوغ بون سي لو كرويونس، زعما ولاو هما كيامنوا بها، ولكن انا جامي امنت بها، داكشي اللي فراسي راه فراسي.
انت يعني اللي غنصح الطلبه انهم ديما يتفوكاليزاو على لا فالو. شوف دخلتي للستاج استفدت، استفد لو ماكسيموم، استفد لو ماكسيموم، فهمتي؟ حيت في كل ستاج كديروا انما كاين اون سوتونس كديرها في الانستيتيو داكو كل ستاج، دونك كاين 4 سوتونس، دونك كل ستاج كل ستاج كدوز لا سوتونس ديالو، وتما كيبان لك من لي بروفيسور من لي فورماتور من لا رياكسيون ديالهم كيبان لك شنو كاين. فهمتك سي محمد. دونك بصح التدريب الميداني كيبقى واحد الحاجه اللي مهمه ومهمه بزاف، اللي بيها كتقدر تاكسبلواتي وتستغل دوك المعارف ديالك التيوري كما كيقولوا. دونك دوك المعارف المكتسبه خلال القسم ما يمكنش انك تستفد منهم بشكل كبير الا ما عرفتيش فين كيطبقوا، وهنا تكمن الاهميه ديال التدريب الميداني. اذا سي محمد هضرنا بزاف على هضرنا بزاف على الجانب المعرفي ديال المعهد واللي اللي كيعطيه التلميذ لي موديل اونسينييتو، ولكن النقطه اللي ما بغيتش اننا نغفلوا عليها سي محمد الا وهي الجانب ديال سوفت سكيلز. وبالتالي السؤال المطروح هنا، واش كاينين دي كلوب نوادي اللي كيحاولوا انهم يطوروا من المستوى الناعم كما كيقولوا، واخا هذا المصطلح هذا ما كنحبدوش لانه شرح طبيعة الحال شرح كما كيقولوا كيف ما هو ديال المفهوم سوفت سكيلز او لا لي كومبيتونس دوس، وهذا ماشي في محله، انا كنفضل نخليها سوفت سكيلز. وبالتالي كيفاش التلميذ يقدر يطور هذا المستوى هذا ديالو؟ مزيان جبت هذا لو بوين اساسا، قضيه ديال النوادي ولي كلوب صراحه ما صراحه المهم في لا برومو ديالي ما كانتش، ولكن المهم مع فهمتي كيف ما قلت لك باقيين دي فورماتور عندي في لو كونت فيسبوك، دونك كنشوف دي زاكتيفيتي. دونك جو بونس انه حيت انا كنت قريت من 2016 حتى 2018، دونك جو بونس في لا برومو ديال 2019 ل 2020 كانوا دي زاكتيفيتي كيسون اسي امبورطون داكور. كان دونك ما بالضبط الطبيعه ديال لي زاكتيفيتي ما عرفتش بالضبط، ولكن كانوا زاكتيفيتي زوينين. دونك كنظن ان اللي فين بدات كتاجل هذه القضيه في الوقت فاش كنت انايا ما كانوش، ولكن سانونبيش ان مثلا حنا كون خدينا انيسياتيف وطلبنا من الاداره انها غترفض، كانت غتقبل. نقول لك انها كانت غتقبل داكور، دونك كتبقى كطوع السوسه ديال كاسون دو مويان ولا شي حاجه، ولكن يعني ككلوب مثلا هو مثلا رسمي في افميا ولا على كرم، المهم انا ما خليتوش فهمتي. دابا ما عرفتش داروا ولا ما داروش ما عرفتش، ولكن انا ما خليتوش. فهمتك سي محمد، ولكن كما قلتي هذا ما يكونش واحد العامل ديال الاحباط ديال التلاميذ بانهم ياخذوا الانيسياتيف ياخذوا المبادره وينوضوا هما، لما لا انشاء نوادي مختلف في مختلف المجالات. كاين لا روبوتيك مثلا الا بغاو يكملوا في الدومين ديال القرايه او لا الجانب الجمعوي والاعمال الخيريه الى ما غير ذلك من النوادي اللي كتساهم في بناء الشخصيه ديال التلاميذ ديالنا. شتي اي حاجه فيها خير ما كنظنش الاداره غترفضها بطبيعه الحال، ما فيها خير لي ستوديو. الاداره كما قلتي فهي اداره اللي متمكنه تبارك الله، واداره اللي متفهمه، وهذا واضح غير من المصاحبه ديال التلاميذ ديال المؤسسه وسؤالهم على الاحوال ديالهم وعلى المستوى ديالهم الى قدر الله ما جابوش شيء. تفضل سي محمد عندك شي اضافه. واحد النقطه هي واحد النقطه مهم الاداره اللي خليتها حيت فهمتي حيت ما صراحه ما عرفتش حيت كنظن تبدلت المديره، وراك عارف هاد القضيه يعني كتبدل المدير دونك يقدر يجيب دي استراتيجي ما عرفتش يقدر يجيب دي استراتيجي جداد بوليتيك جديده اي امبل فوالا ما كتعرفش كيفاش القضيه. المهم انا ديما كندوي على 2018 دونك ما عرفتش انا صراحه كنت شفت انهم داروا دي زاكتيفيتي، دونك جو بونس راه تحولت القضيه للبوزيتيف والله اعلم. وهذا خير، لعله خير، حنا كنأملوا ان هذا الشيء اللي يكون ان شاء الرحمن. وها هما التلاميذ المشاهدين ديالنا، الى كتاب ان شاء الله شي واحد دار لي في مياه، هذه دعوه ان الانسان ياخذ المبادره وياخذ بزمام الامور ويكون هو السباق لما لا لانشاء مثل هذه المنشآت وهذه النوادي اللي كتساهم بشكل كبير في تنميه المهارات القياديه والذاتيه ديال التلاميذ. عندك شي اضافه سي محمد؟
فكرتيني واحد القضيه ديال على قضيه السيبور ديال الاساتذه. كيف ما قلت لك مع كاين لي فيليا، كاين لا مانتونس طوموبيل، كاين سيستم اوتوماتيزي، كاين جيني ميكانيك، الكترو ميكانيك. انا كنت مانتونس طوموبيل وكنت انتريسي بسيستم اوتوماتيزي داكور، كنت وكنت مشيت يعني عند ديبارتمون ديال سيستم اوتوماتيزي، دويت مع لو شاب ديبارتمون مع سميتو قلت له فوالا راه انتريسي انني نكمل لا ليسونس برو، دونك غنحتاج هاد لي موديل كنقراو في سيستم اوتوماتيزي، وعطاني دي سيبور ديال سيستم اوتوماتيزي داكور. جي دي فين دي سيبور كي سون فهمتي كاين دي ليفغ اي سون فريمون ريش فهمتي سون امبورطون، دونك الاثنين براسها اللي كتقادوهم لي فورماتور كيقادوهم وكتبعهم وكلشي. دونك هنا كيتبان لك راه واخا انا ديفيرون على داك ديبارتمون ولكن عطيني دي سيبور اللي نورمالمون فهمتي، دونك فريمون كيتعاونوا القضيه اللي نقول لك يعاونوا الطلبه اللي مهتمين بشي حاجه راه كيعاونوك باي طريقه ممكنه بيان سو على حسب الكاباسيتي. ما شاء الله دونك والله هذا شيء اللي كيفرح، هذا شيء اللي كيفرح. انا شخصيا ما عمرني سمعت هذا، ما كنسمعش بزاف في لا في المعاهد ولا في المدارس ديال المغرب، قليله زعما في هذا البوان هذا قليل. اذا سي محمد سؤال اخر اللي كنعتبروه حتى هو مهم بالنسبه واللي تحدثت عليه بطبيعه الحال بالنسبه للمرافق ديال هاد الليفمية، فهما مرافق متميزه كما قلتي، فمثلا تعطينا غير بعض اللمحات على التجهيزات اللي كاينه في هاد المعهد هذا. المهم عندك بعدا اول حاجه نبداو بالتيران. هو التيران كاين منه ديال الفوت، منه ديال الباسكت، ومنه ديال منو ديال الفوت ومنو ديال الباسكت. كاين دي سيبور ديال الناس ديال زونطريمون فيزيك فهمتيني، ديال اللي بغا يترينيو زعما اللي زابطو شي حاجه، كاين دي سيبور ماتش باقي ولا لا وين ديما شي كندوي على سميتو. كاين بيفات ولا لا ديزون كاين صال ديتود. كاين بالنسبه لو ديبارتمون ديال ديبارتمون ديال مانتونس طوموبيل مثلا كاين صال فورماسيون تيوريك فيها مثلا قلنا 32 بيرسون لي مقبولين، كاين 32 بي سي 32 بيرو كومبلي داكور، 32 سيبور 32 كونت اي لورنين، دونك كاين بريسك سميتو. عاد كاين صال فورماتور، عاد كاين واحد ان بيتي اونتروبو قولوا ديال لي زوتي ديال كاع اللي شي غنحتاج داكور، كاع لي زوتي كاع لي غون لي شوسور سيكوريتي كلشي لي بلوز. عاد كاين دي صال تي بي لورسكو جو دي لي تي بي انت حيت دابا كاين دابا دي اذا سيدو كيقريو الطوموبيل ولكن كتلقى التي بي كيعطيوهم دي ماكيت ديداكتيك. حنا كتلقى دي فيكول من لا كوري داكور، من فوالا من كواكا هي حاطه دي فيكول ديالها داكور، دونك كتلقى كتدخل كتلقى دي فيكول. اسمح لي ما سمعتكش مزيان سي عزان، قلت لك سياره بجميع المكونات ديالها كتلقاها باش دير سياره واشغال تطبيقيه، وماشي وحده ماشي جوج، كانوا شي اربعه حتى لخمسه من مختلف لي غام، كاينه وحده هوت غام، كاينه وحده كات كات، كاينه وحده دونك كانوا بيان سور كانوا كلهم يوندي فهمتي، دونك فهمتي اون بارل دو كوري دو سود فهمتيني راك عارف، كانوا لي ماكيت ديداكتيك كانوا فوالا كانوا دي ماكيت اللي كي سبيسيفيو كاع لي سيستيم فهمتي، سيستيم ديال ديريكسيون ديال اسمح لي ديال ديريكسيون ديال الفريناج ديال كلشي تقريبا ديال ليكليراج ديال داكور. كانوا لي موتور تيرميك بلوزيغ موتور تيرميك، كانوا لي بواط فيتيس، كانوا لي كارتر، كانوا لي زومبرياج، كانوا دونك غير في لي ديبارتمون راه الي اسي ايكيبي. هادي من ناحيه، اخرى كاين لي ديبارتمون الاخرين بحال ديال سيستم اوتوماتيزي فيهم داكشي ديال معقل صراحه باش كان بحال لا ماشين سي ان سي، المهم بحال هادشي كلشي، وديال لاجيني ميكانيك كاع دوك الفريزوز وداكشي، المهم كاع دوك ليكيبمون ديالهم راه كاين في ديبارتمون. كاين عاوتاني لوتر كوتي كاين لاشي ديال الكابلاج ديال البلاستورجي كاين حتى هما كلهم ايكيبي. دونك هادي من ناحيه، من ناحيه اخرى عندك عاوتاني كاين الساحه ديال لي رياكسيون، كاين كولوار بالنسبه لي فيمور، كاين الجامع اللي بغا يصل لك يكون في التحت الدروج، ديستريبيتور فوالا، ولا انترنال
قضية لانتغنا، قضية لانتغنا كاينة نورمالمون ديال الدراري وديال البنات، هذا واحد وفيها دي السؤال زيتاج يلاه كنت تاج غادي ان تاج. واحد السؤال كما قلت لك السي هي محمد نقلت اللي هو واقيلا يلاه ياك لا هو هذا اللي ظهر لنا على الشاشة. والاخ محمد رامي كيقول واش الانترنت ديال كازا، واش الليفميه ديال كازا فيها انترنت؟ دونك هذا توطئه بصح لهذا الجواب ديالك السي محمد على الانترنت والتجنيسيه تلقاو ديالها. 3 بوان، تلقاو 3 بوان والله العظيم. تفضل. اييه قلت لك بالنسبه المهم هو بالنسبه لقبل كانت نورمالمون. انا غندوي على الصوره كنت واش نو كاين لانترنا كاينه في كازا. القضيه هو كانت قبل كان بروميي طاج بالنسبه لاصحاب العام الاول، والدوزيام طاج بالنسبه لاصحاب العام الثاني. هادشي اللي كان قبل كنقول لك من الكونستركسيون ديال 100. من بعد تماما ملي كانوا كيداروا شركات كيديروا دي كونفونسيون مع الانستيتيو، كانوا كيصيفطوا مثلا بحال في طونجي بحال ديك لازون فرونش، كانوا كيصيفطوا مثلا دي بيرسون ديالهم يتفورماو في 100. فهمتي كيف ما قلت لك على قبل، حيت عندهم لي زيكيبمون. دونك كانت لا فورماسيون كتاخد ديك 4 شهور 6 شهور. دونك سكيفي هما ولاو خداو بخومي ايطاج، عطاو لدوك لي جون زعما لي بيرسون اللي غادي يتفورما، والدوزيام ايطاج خطاو صحاب دوزيام اني. دونك صحاب بخومي غاني غادي يكريو، وهادشي اللي طرينا حنا. دونك انت ملي كتجي مثلا في العام الاول غادي غتكري داكور، غتكري مع تمام. يا مع اصحابك يا بوحدك دونك صديق. والعام الثاني غتاخد لانترن، غتاخد الشومبر ديالك في الفوق عادي. بالنسبه للريستو، الريستو هو كتجهيز راه كاين. دونك حنا ملي كنا دخلنا حنا كنا بدينا فيه، ولكن بعد حبسوه ما عرفتش بالضبط علاش، واش سي با واش لو دوموند نقصات عليه ولا شي حاجه. دونك حبسوه غيستو. دونك كيف كانوا زعما الحوانت وداكشي كلشي قريب لينا، كنخرجوا مع السته ولا مع سميتو مع الخمسه، مع الخمسه ونص كنخرجوا كناخذوا داكشي ديالنا وكندخلوا نطيب. اش اللي كان المهم تماما هو اون جينيرال الانترنت كان بالنسبه لدوزيام اني بوغ بروميير اني راه خصك تشكري. وبالنسبه لسي محمد هذا الموضوع ديال الكراء، واش قلتي لي بان اللي في مياه جات في واحد البلاصه بعيده بعيده على المدينه الازهر، واش كاين شي بلايص تما ديال الكراء؟ واش خاصك تكري بعيد ودير الطوبيس؟ لا، كيف ما قلت لك هادشي قبل كان الطريق شويه طويله فهمتيني. مي دابا قلت لك كيف ما قلت لك بحال واحد اون بتيت زون كامله تبنات، كامله ولات دي موبل، كامله ولات عمارات بالسكان كامله. دونك نقدر نقول لك ان ميم با واحد 15 مينوت ديال الطريق من دوك من زعما الاحياء السكنيه حتى اللي في 100. 15 مينوت حتى كاع نقولوا حنا 30 مينوت على حسب فين كاين. كاين شمال كرا كاين، ما غتلقاش زعما لو مونك في كرا. المرافق كاملين زعما اللي غتحتاجهم كاين تما، لا في لي بونك لا في تيران، المهم كلشي كاين تما في الازهر. بالنسبه للكرا، الكرا بالنسبه لابارتمون كيتراوح نقولوا بين 1500 ل 2000 درهم. ابارتمون فيها تقدر تلقى فيها دو شومبر وصالون، شومبر وصالون على حساب لو بري. دونك فهمتي جينيرالمون كتكري وكتكري زعما واحد 4 بيرسون ولا سميتو على حساب، المهم على حساب كل واحد والراحه ديالو، كل واحد لو بيدجي ديالو، كل واحد سميتو داكور فوالا. وكانوا صراحه كانوا دي بوس ديال اللي في 100. حنا في شحال هادي في ملي كنا كنقراو كانوا دي بوس، كانوا كيوصلوك من تما حتى للسونتر ديال الازهر، كيوصلوك حتى تما. واش باقي خدامين ولا لا والله ما عرفتش فهمتيني. دونك هذا كان السؤال ديال السي احمد رامي، واللي كنظن انه الاجابه عليه راه كانت واضحه بشكل كبير. وبالتالي السي محمد، اشنا هي الرساله ديالك للتلاميذ سواء المقبلين على هذا المعهد هذا ديال اللي في 100، او للمقبلين اللي كياخذوا الباك والمقبلين على الدراسات العليا بشكل عام؟ انا نقول لك بالنسبه للي في 100، نقول لك بالنسبه للي في 100 وما نقول له الدراسات العامه، حيت كاين شي حوايج كومون كاين شي حوايج سبيسيفيك زعما. النصيحه اللي نقول لك انك عرف شنو بغيتي بعدا. الواحد يعرف شنو بغا بالضبط، يلقى يعرف شنو بغا. دونك حيت كاينين اللي بغاو يكملوا قرايتهم، كاين اللي بغا يخدم
سورتو كي اللي بغا يخدم، انا مثلا تلاقيت مع بزاف بغاو يخدموا بغاو يتانتيغرو لمارشي الخدمه، كيقول لك من بعد نزيد دي ليسونس برو مع الوقت ولا كونت الفورماسيون كونتينيو ولا شي حاجه. دونك الا كنت فريمون بغيتي تخدم ولا كنت باسيوني بلو دومين، دونك انا ننصحك باسميه دي 100% فهمتيني، لا من ناحيه لي زيكيبمون لا من ناحيه لي فورماتور لا جايين من لو ميليو اندستريال لا من ناحيه كلشي داكور. دونك هذه من ناحيه، من ناحيه اخرى ان بالنسبه لي فيليا كيف ما قلت لك كاين كاتر فيليا، دونك دخل لو سيت ديال لي فيميا راه كاين فيميا كازا غتلقى لو كونتوني ديال شاك فيليا لو زوبجيكتيف وشنو اشنو بغات تخرج دونك كوم كومبيتونس. دابا اشنو اشنو بغات نديرش غتاخذ كوم كومبيتونس. دونك الا كاين داكشي ايتاب من 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 داكشي من لا فيزيون ديالك دونك سا 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 مارش يعني برون لا ديسيزيون الا ترتدي دونك فهمتيني. دونك شوف انت زعما شنو خدام لك داكور، ما نقدرش نقول لك انا هذه راه مزيانه ولا ما مزياناش، سا دي بوينت شنو بغيتي سا دي بوينت شنو فين باغي توصل. هذه من ناحيه من ناحيه اخرى يعني اون جينيرال التعليم العالي غتحتاج انك تزيد من عندك يعني يعني خص بنادم ينسى القضيه ديال لو باك ليسي سوايع كاين اللي كيتعوعوا على السوايع، انسى القضيه ديال على السوايع هذه القضيه انساوها، غتعوع على راسك غتخدم على راسك. في التعليم العالي لي بروفيسور ولا لي فورماتور كيعطيوك واحد كيوجهوك مساله ديال التوجيه. علاش؟ حيت دابا في الويب بون دابا المهم ندوي على الرقم في الويب ملي كتدخل كتقلب على شي فورماسيون ولا على شي ولا على شي حاجه كتلقى كل واحد فين كيصير، كتلقى بزاف ديال الفورماسيون يعني بزاف ديال لي فوا بزاف ديال لي شومان وراه كلهم كيدوي على نفس الحاجه، ولكن فهمتي ما كتعرفش انت فين فهمتي. كاين واحد كيدوي على فهاد الكوطي واحد اخر كيدوي على فلان نسخ واحد اخر كيدوي مثلا في اللوجيست كل واحد فاش هنا كيجي الدور ديال لي فورماتور كيوجهوك. دونك انت ملي كتعرف ملي كتعرف دوك لي زاكس راك كم كونتينيو راك تاخذو، ولكن خصك تزيد من عندك الا بغيتي تزيد فريمون في القدام الا بغيتي تزاد في فليش زيد لي شونس ديالك في الترافاي. ديزون مثلا ناخذ اكزومبل بغيتي مثلا تخدم مثلا نقولوا في لا ميزون بي ان مثلا ندوي على مثلا تصمم في لا ميزون بي ان نقولوا جات اوبورتونيتي بغاو مثلا شي دو بيرسون تخوا بيرسون نقولوا انكم عندكم لو ميم ديبلوم خديتو في سميتو عندكم لو ميم كومبيتونس ميزون انك انت زدتي من عندك وقريتي على لي سيستيم افونسي ولا لا ديرنيغ تكنولوجي ديال لي برودوي ديال لا بي ام داكوغ لا الاكس اكس لا اكس 5 لا اي برودوي لي ديرنيغ تكنولوجي مثلا لي ديرنيغ تكنولوجي في السيستم فريناج ديريكسيون واش هادشي ما غيشكلش افونتاج عندك سيغمون شكل افونتاج كيف انت غتقبل بواحد الطريقه اللي هي زعما ساهله فهمتيني، ولكن هادشي ما يقريوش لي بروفيسور شحال بدو ما يمكنش يقريو كلشي امبوسيبل. دونك هنا كتجلى الدور ديالك انك تزيد. دونك هذا هو هنا فين كان تمثل القيمه ديال التعليم العالي انك كتزيد تعتمد على راسك. دونك التعليم العالي راه ماشي غير كيهيئك زعما اكاديميا وانما حتى انت زعما بيرسوناليتي وكذا يعني كتربي واحد البيرسوناليتي اللي هي فورت وزعما غتخليك زاد لقدام. وهذا الشيء ومن التعليم العالي علاش غتلقى في لونتربريز وغتلقى في كل شيء. دونك خاصك تعول على راسك وبيان سور لا كولابوراسيون راه كنغيوها في كل شيء. دونك غير الخدمه زعما لا بيرسيفيرونس الخدمه وخا يخدم على راسو داكور كنقول الخدمه ماشي 100% نون 80% 20% دي في لي بغيتي. دونك تخدم على راسك تعرف شنو بغيتي والمتابره داكور ما تطلقش ليه ما وما طلعشيش ما كاينش ما طلعشيش لا هذا وهذا ولا انا مختار فهمتي هاي فهمتي انت يقول لك اودي 100 واحد داروا كذا وما تصدقوش انت هو 101 اللي غتصدق ليه. دونك ما انت ما كانش القضيه ديال الهضره كامله حيله فهمتيني. دونك صافي ان شاء الله كيكون الخير فهمتي راه الله ما الواحد كيخدم راه كييسر ليه هذا اللي كاين وبالتوفيق ان شاء الله. واللي يحتاج شي سؤال راه مرحبا شي حاجه ديطاي شي بغى لو بروغرام براسو راه كاين في السيت ولا بغى كاع الديتا ديال الديطاي ماشي مشكل حنا نعطيو الديطاي. بارك الله فيك سي محمد. اذا معك الحق معك الصح كما كيقولوا لوطو فورماسيون كتبقى هي المفتاح ديال النجاح في التعليم العالي ككل، لان بلوطو فورماسيون كيتعلم الشخص انه يعتمد على راسو هذه من جهه، ومن جهه اخرى كيتعلم كيفاش يسير الامور ديالو بكل
انديبوندونس بكل استقلاليه. هذا الشيء هذا اللي اش غادي يمكنه بطبيعه الحال من انه يتعلم حوايج اخرى، من انه يتعلم بزاف ديال الحوايج اللي غادي تعاونو في الميدان ديالو، او عفوا الحياه ديالو العمليه. وكما قلت لك اللي غادي محمد، يخلق لي فرص. نعاود نذكر بطبيعه الحال، نعاود نذكر بالنصيحه ديالك الصراحه اللي مهمه ومهمه بزاف، الا وهي الطموح والعزيمه اللي خاص يكونوا عند التلاميذ كاملين. لانه اذا كانت عندك واحد استراتيجيه واضحه للهدف ديالك، فانك غادي اي عائق ترى قدامك ووقفك غادي تعرف كيفاش تتعامل معاه بكل هدوء ورويه، وان شاء الله غتغلب عليه. كاين واحد السؤال اخر سي محمد، وهو طبعا هل المحضر معهد هذا المعهد ديالكم هذا واش كيعطي المنحه؟ يعني واش كتعطى فيه المنحه بالنسبه للطلبه اللي كتوفر فيهم الشروط؟ صراحة ما كنظنش، لا ما كنظنش، وقال لي منحة تبع التعليم العالي، دونك إلا ما كانش هو تبع التعليم العالي ما كنظنش غياخدو منحة. المهم لا ما نتأكد صراحة من هاد النقطة، ولكن ما كنظنش ما فرشتش زعما هو ما وقعوش شي تعديلات سي محمد؟ ما عندك شي معلومات؟ لانه كنعرفوا ان لو في بي بي تي التكوين المهني راه وقعوا فيه تغييرات، ولاو التقنيين المتكونين كياخذوا المنحة. وبالتالي اذا كانت المؤسسة تابعة للتكوين المهني راه غياخذوها. متفق معك انا المهم في 2018 قلت لك، في 2018 ما كانش لي بورس، ما كان حتى شي واحد منا كاين لي بورس زعما فهمتي، حيت نقدر نقول مثلا حنا ما كنسالوش ولكن ما دفعناش كاع، ما والو، ما كانش حتى شي حاجه على هاد لي بورس، كاع ما كانش كاع سوج لي بورس. ممكن الا كانوا التعديلات كيف ما قلتي، ممكن ممكن هو في الاصغر غادي يمشي فهمتي، يعني غادي يمشي تسول مثلا في الاداره غادي يقول لك كلشي شنو كاين، يعني ما نجي ما كتحتاج ماشي زعما شي حاجه اللي هذا ما كان صراحه. ايوه هذه ماشي شي سؤال اللي مستعصي الحل ديالو او لا معرفه الجواب ديالو، فقط يكفي ان طبعا السؤال في الاداره ان شاء الرحمن من بعد ما يتم القبول ديال الطلب الالتحاق بهذا المعهد، وغادي توصلوا بالاجابه ان شاء الرحمن من عد المصالح المختصه بالمنح بطبيعه الحال في المعهد، اذا كان شي تعديل او تغيير. سي محمد كنظن ان اللقاء ديالنا شارف على النهايه ديالو. كنبغي نشكرك بزاف على مرحبا. الحضور ديالك معنا اليوم، وعلى صدرك الرحب بانك قبلتي الدعوه باش انك تنشر هذه المعلومات هذه كامله، اللي انا متاكد انها غادي تعاون بزاف ديال التلاميذ. فكما كنقولوا العلم هو واحد الثروه، والزكاه ديالها هو النشر والتعميم. شكرا بزاف السي محمد، واش مرحبا ممكن تعطينا مرحبا. بطبيعة الحال شي كلمة أخيرة إذا كان ممكن؟ انا المهم انا زعما كنتمنى انني يكونوا زعما الطلبه زعما المقبلين على الدراسه زعما العليا، يكونوا زعما فهموا داكشي اللي بغيت نوصل. وبالنسبه للنصائح كيف ما قلت لك، راه كاين شي واحدين كيخصو زعما المعهد بالخصوص، كاين شي واحدين كيخصو التعليم العالي اون جينيرال، دونك بالنسبه للخدمه والمثابره والعزيمه، ماشي كيخصو التعليم في اي مؤسسه كيف ما بغات تكون. واللي عنده تمام. شي سؤال مرحبا، واللي عنده شي اي سؤال ولا اي استفسار ولا اي زعما اي حاجه مرحبا، بالعكس وشرف لينا السي حسن، الله يودي شرف لينا. لا هذا واجب، هذا واجب. وماذا بينا الأشخاص ذوي كفاءات عالية يبقوا يحضروا معنا في هذه اللقاءات، باش نشروا أكبر عدد ممكن ديال المعلومات اللي تفيد التلاميذ ديالنا الحاصلين على البكالوريا. الله يوفقهم، الله يوفقك سي محمد آمين في المسار آمين ديالك آمين المهني فاشا والمسار ديالك الدراسي، خاصة وأنك بارك في الله واحد فيك. السنة اللي ديسيزيف كما كيقول، واحد السنة حاسمة اللي إن شاء الرحمن تخرج هذا العام هذا وتولي لنا شي مهندس قد الدنيا كما إن شاء كيقولوا، الله مهندس اللي يخدم البلاد ديالو إن شاء الله، يخدم البلاد ديالو ويزيد بها القدام. فهذا الشيء اللي كان إن شاء الله نتمناه من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء اللي كنطلبوا معك سي محمد. شكرا جزيلا، بارك الله فيك وما سي يبقى حسن، لي الا نودعكم
ونودع مشاهدينا الكرام ونشكرهم على الحضور ديالهم والمشاهدة ديالهم لهذا البث. الحلقة ديالنا لهذا اليوم تصل إلى نهايتها. نضرب لكم موعدا في قادم الحلقات، ناخذ مواضيع أخرى، ناخذ مؤسسات أخرى اللي إن شاء الرحمن غادي تكون معنا. مازال غادي نهضروا على مدارس المهندسين، مازال غادي نهضروا على شنو يقدر الطالب كيفاش يكون متفوق، كيفاش يقدر يلج هذه المدارس من البكالوريا. شكرا جزيلا، ما تنساوش دائما تخليوا لنا الأسئلة ديالكم عبر البريد الإلكتروني أو تواصلوا مع الصفحة ديالنا. وشكرا لكم جزيلا، وأمسية سعيدة، وأمسية سعيدة لك سي محمد، تبارك الله عليك. بارك الله فيك، بارك الله عليكم سي سعيدة. بارك الله فيك، تبارك الله عليك سي محمد.